بسيطه جدا. مظبوط كده كده. طيب عايز كل جماهير مصر طبعا دلوقتي مستنيه تشكيله النادي الاهلي. تشكيله النادي الاهلي خلاص وصلت: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، سعد سمير، سليف كولوبالي، وايمن اشرف، حسام عاشور، وعمرو السوليه، واسلام محارب، ووليد سليمان، وميدو جابر، ومروان محسن. مره ثانيه تشكيله النادي الاهلي اللي هيخوض بيها اللقاء باذن الله النهائي، يا رب ان شاء الرحمن باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي: محمد الشناوي، سعد سمير، كولوبالي، ومحمد هاني، ايمن اشرف، حسام عاشور، وعمرو السوليه، ووليد سليمان، واسلام محارب، وميدو جابر، ومروان محسن. تشكيله الترجي مش هتخرج على اللي هقوله لكم ده برضو، بس هنتاكد بعد شويه. هيبقى معز بن شريفيه، اعرضها مره ثانيه: معز بن شريفيه، وعلى اليمين سامح الدربالي، ومحمد علي اليعقوبي، وخليل شمام، وايمن بن محمد، وفي نص الملعب كولوبالي والشعلالي، وقدامهم سعد بجير، وعلى اليمين انيس البدري، ويوسف البليلي، وطه ياسين الخنيسي. يبقى دي تشكيله الاهلي ودي تشكيله